مع تطور العلم وظهور العديد من الدراسات والأبحاث تظهر العديد من العناصر الغذائية والمكملات التي قد تلعب دور كبير في تعزيز صحة الإنسان ومناعته ووقايته من العديد من الأمراض. ومن أشهر ما أشير إليه مؤخرا من قبل مختص الصحة هو مادة البروبيوتيك. فما هي هذه المادة؟ وما هي أهميتها لأجسامنا ولصحة أطفالنا؟ وما مصادرها؟ البروبيوتيك هي كائنات حية دقيقة تعرف بالبكتيريا والخمائر، والتي غالبا ما تتواجد في القناة الهضمية للإنسان، ووجد بأن لها فوائد صحية متعددة تعود على الجسم، بما في ذلك الوقاية وعلاج مجموعة من المشاكل الصحية، وعادة ما تتواجد في اللبن الزبادي أو تؤخذ على شكل مكملات غذائية، وغالبا ما تعرف باسم البكتيريا الصديقة. وتم تعريف البروبيوتيك من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة على أنها كائنات حية دقيقة، والتي عندما يتم تناولها بكميات كافية تقدم فائدة صحية للمضيف. أهمية البروبيوتيك: يعمل البروبيوتيك في المساعدة على استعادة التوازن الطبيعي لبكتيريا الأمعاء عن طريق جعلها تحل محل الميكروبات الضارة، وتعديل البيئة في الأمعاء وجعلها أكثر صحية. تستخدم البروبيوتيك في الوقاية من الإسهال المصاحب لاستخدام المضادات الحيوية، وتساعد البروبيوتيك في علاج متلازمة القولون العصبي، وعلاج عدم تحمل اللاكتوز، وتخفيف وعلاج مضاعفات التهاب القولون التقرحي. ويعتقد أن البروبيوتيك قد يساعد على حماية الأطفال الخدج من تطوير أمراض الأمعاء الخطيرة، وتعمل على تعزيز استجابة الجهاز المناعي. للبروبيوتيك دور في الوقاية من الإصابة بالإسهال، والذي يحدث نتيجة تناول المضادات الحيوية، إذ اتضح أنه عند إعطاء جرعات عالية من أنواع معينة من البروبيوتيك للأطفال الذين يتناولون المضادات الحيوية سيقيهم من الإسهال. عند تناول المضادات الحيوية تعمل هذه المضادات على قتل البكتيريا النافعة بالأمعاء والإخلال بتوازنها، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بميكروبات خطيرة. وبتناولك للبروبيوتيك تحمي نفسك من ذلك بإعادة التوازن البكتيري السليم لبيئة الأمعاء. ووجد أن للبروبيوتيك دور في تقليل شدة الإسهال ومدته، كما وجد بأن تناول البروبيوتيك قد يساعد في السيطرة على أعراض القولون العصبي وتخفيفها عن طريق تقليل الانتفاخ في البطن والغازات والمساعدة في تخفيف الألم عند البعض. وينصح عادة بتناول مصادر البروبيوتيك لمدة 4 أسابيع لتظهر النتائج المرجوة. وإلى الآن لم تتضح العلاقة التي تربط ما بين البروبيوتيك وتأثيره على التوتر بشكل واضح. تظهر فوائد مادة البروبيوتيك للأطفال من خلال دورها في الوقاية من الإسهال وتخفيف شدته، تعزيز صحة الأمعاء ووقايتها من الالتهابات، وخاصة الالتهابات المعوية المصاحبة للقولون الناخر، الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي، الوقاية من الالتهابات البولية التناسلية، والوقاية من الالتهابات الجلدية، وتعزيز استجابة مناعة الجسم، وتدخل في الوقاية والعلاج من بعض أنواع الحساسية. مصادر البروبيوتيك: يمكن تناول البروبيوتيك على شكل مكملات غذائية أو الحصول عليها من مصادرها الغذائية الطبيعية، والتي تشمل اللبن الزبادي والأجبان والمخللات وحساء الميسو والفطر الهندي.